جيبها 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 دبه 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 حي الله الاطفال جميعا، وحي الله العميد، ومشكورين كل اللي اشتركوا بهذه المهمه، لان موقف مشرف لكل الناس والله، يعني الناس جاهدت ودخلت بالنار. شكرا جزيلا لحضوركم، وشكرا جزيلا لمن شارك. اسباب الحريق، اسباب الحريق التماس كهربائي، ما اعرف شلون شغله، ما يدرون لحد الان ما عندنا معلومه. يعني شلون حسيتوا عليه؟ بعد راس المفاجاه صارت الحريق وطلعت العالم، شو ما اعرف شنو السبب. المحل هذا والله بصفر. شلون حسيتوا بالحريق؟ والله شويه ريحه حطاب صار دخانه. التماس كهربائي؟ ما ادري، صار تماس كهربائي، عارف الكهرباء مشتغله وماشي المحل الثاني. شوية شوية قبت الكهرباء هذه. ما لحقنا على مخابر الأطفال، قبت ساعة بساعة. قبت على محلاتنا، ضمن غرابنا الجوة. الحمد لله والشكر، الله عوضنا إن شاء الله. الله يعوض. أي والله العظيم. المحلات ماشية. ما المواد منزلية ما هي. ولا مخازن. مخازن هذا مخزن مال ثريات، قطية أثر كلش الولد. أي والله العظيم. والعوض على الله ان شاء الله. الحمد لله. سلام اخوي، حياك الله. والله اخوي احنا هذن المخازن ملاتنا وهذن محلاتنا، بالنسبه للجو المخازن ما لحقنا عليهن لا سبب كهرباء، ما اعرف يعني فجاه لقينا نار شويه طبينا عليها بسرعه طقت النار، يعني ما لحقنا على اي شيء، والسبب هذا صار هذا الحريق كله. هذا انه مخازن وبصف المحلات، واحنا هذا انه محلاتنا على الشارع، يعني مباشرة جبنا الطفايات ما لحقنا على النار بسرعه قبت، ظلينا واقفين انا بالدرج. الدفاع المدني، الدفاع المدني بسرعه جاء ونعم الله عليهم وما قصروا، ثواني خابرنا لهم خمس دقائق وما نايم ليه، تعبوا واشتغلوا والحمد لله والشكر، جزاهم الله الف خير. Thank you.